طيب خلينا نحط هذول الممبر شيب فانكشنز تبعت هذول، راح احاول ابسطهم عشان ما نضيعش وقت كثير واحنا نعمل حسابات. فراح اخذ هلا البروجكت فاندنج، راح ارسم الممبر شيب ست تبعتها. اذا بروجكت فاندنج راح احاول ارسم الممبر شيب ست تبعتها هون اول شيء، وكانت زي ما حكينا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، هذه هون 100 وهذه 100 جدي، وهذه عندي 0 وهذه 10. والبروجكت فاندنج هلا شوف راح ابسطها عن اللي انا حاطه بالنوت عشان احنا ما نضيعش وقت كثير. فراح اعملها راح تكون من 0 ل 30 هي عندي هون A1، وبعدين راح انزل من 30 ل 50 هذه A1 اللي هي project funding inadequate. بعدين راح اخذ على 50 وراح انزل من 50 ل 30 وبعدين من 50 الى 70 اظن من هون، وبعدين راح اطلع من 50 ل 70. مش هيك اسهل؟ خلص مسهله حالنا قدام بدنا نعمل حسابات يدويه. هذه بيختلف شوي عن اللي رسمناها المره الماضيه، بس خلص هلا بتوصل. فهذه صارت عندي A2 وهذه A3 وهي صارت هلا اسهل بكثير. هلا اجى هو اعطانا بالسؤال، قال انه البروجكت فاندنج الكريسب فاليو تبع البروجكت فاندنج، خلينا نشوف بس قديش الرقم، معطيني 40,000 هي هون 40,000. ماشي، ف 40,000 شو راح اعمل الان؟ هلا بتيجي انت تطلع خط من ال 40,000، ايش اعطاني؟ تقاطع عند النقطة، تقاطع عند تو ممبرشيبس، مش هيك؟ قديش عضويته في A1؟ نص. من هون عشان سهلت الرسم خلص صارت نص، مش هيك؟ مبينة انها نص باي سيمتري. فصار عندي 0.5 ممبرشيب ان A1، و A1 اللي هي ايش؟ inadequate project funding. وكمان 0.5 ممبرشيب ان A2، و A2 اللي كانت ايش؟ مارجن. اوكي تمام، هاي اول واحدة. الثاني رح نيجي ناخذ الان، حط خط هلا هون، ناخذ هذه طبعا هدول مش شرط يكونوا تراينجلر، لما تدخلوا على الماتلاب راح تشوفوا في اشياء غير تراينجلر، في جاوسيان، في هاي ترابيزويدال على فكره، مش تراينجلر عفوا، هاي ترابيزويدال، في تراينجلر، في جاوسيان، في اشكال مختلفه كمان اخرى، نفس الشيء كمان كل واحده لها حسنات ولها سيئات. احنا ناخذ اسهلها هلا هون اللي هي الترابيزويدال. هلا لما باجي على الثاني اللي هو بروجكت ستافنج على فكره 65 هذا اي فاليو؟ الكريسب ولا الفازي؟ واحد الكريسب، مش هيك؟ هذا الكريسب. اذا في عندي 65 ستاف، طب هل هذا سمول ولا لارج؟ حسب شو الرينج اللي محتاجه. تمام، ما بعرف لوين بدي ارجع حتى اعرف انه هذا سمول ولا لارج. لوين بدنا نرجع؟ للممبر شيب، مش هيك؟ بدنا نرجع نرسم الممبر شيب فانكشن. الممبر شيب فانكشن كمان راح احاول ابسطها، كمان راح اخذ من 0 ل 20 ومن 20 ل 70. راح اخذ من 0 ل 20 هيك، وبعدين راح اخذ هي 20، هي 30، 40، 50، 60، هي 70، 80، 90، 100. ومن 20 ل 70 راح تكون هذه B1، وB1 اللي هي سمول. وبعدين راح اخذ من 20 ل 70 كمان عشان نبسطها، راح اخذها بهذا الشكل. بهذا الشكل، اذا الترابيزويدال هون، وهذه رح تكون B2 اللي هي لارج. هلا لو قلنا 65 رح تكون تقريبا هون وهون، مش هيك؟ هلا 65 قديش المسافة من 20 ل 70؟ 50، احنا انحرفنا عشر ال 50، يعني هاي رح تكون احتمالها 0.9 وهذه 0.1 تقريبا. اوكي ماشي؟ شو يعني؟ يعني عمالي بقول انه هاي 65 لها ممبر شيب 0.9 في اللارج و 0.1 في السمول. اوكي ماشي واضح.
احنا هلا جاهزين. اذا هون عمالنا بنقول عندي 0.9 ان بي 2 و 0.1 ان بي 1. اذا هي طلعنا الممبرشيب تبعت البروجكت فاندنج وطلعنا الممبرشيب تبعت البروجكت ستاف. اوكي ماشي.